شخص في زمن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام خير من قبل الحكم آنذاك بين أن يتبرأ من أمير المؤمنين وبين أن يقتل. ما تبرأ من أمير المؤمنين وقتل، يعني ترك التقية. الخبر وصل للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام تعلمون ماذا قال عن هذا الرجل؟ ما قال هذا الشخص ترك التقية، عمل شيئا خاطئا، لا، قال عنه إنه رجل تعجل إلى الجنة، تأييد لهذا الموقف. تلك المرأة التي أيضا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، امرأة مؤمنة كانت تمشي في طريق فعثرت، سقطت على الأرض، قامت تذكرت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة. في ذلك الظرف شخص يلعن ظالمي فاطمة الزهراء، هذا خلاف التقية. أمام الناس ضربوها وجروها إلى السجن، أنت تلعنين ظالمي فاطمة الزهراء، واضح منهم. تركت التقية. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة بشخصه الكريم قام ذهب إلى مسجد السهلة، دعا لها دعاء عجيبا، اقرأوا الرواية الشريفة، ثم صلى دعا ثم سجد وأطال السجود، وما رفع رأسه من السجود إلا عندما رفع رأسه من السجود قال الآن أطلق سراح هذه المرأة. وبالفعل جاء الخبر أنه أطلق سراحه، يعني وقف الإمام بجانبها، ما قال إنها تركت التقية، بل بخلاف ذلك أبلغها سلاما، أرسلها مالا، أرسل لها مالا بمقدار حاجتها، أيدها، مع أن هذا العمل كان خلاف التقية. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه دعا ميثم التمار وقال له يا ميثم، كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني، ماذا تصنع؟ فقال ميثم يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام إذن والله يقتلك ويصلبك. فقال ميثم أصبر يا أمير المؤمنين وذاك في الله قليل. فقال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يا ميثم إذن تكون معي في درجتي. لاحظوا التأييد، لاحظوا التشجيع العظيم. الإمام ما قال له لا هذا خلاف التقية، الإمام صرح له وأقسم بالله أنه إذا لم يبرأ من أمير المؤمنين عبيد الله بن زياد يقتله. علم ميثم أنه سوف يقتل إذا لم يستعمل التقية، قتل. أمير المؤمنين ما قال لا يجب عليك أن تستعمل التقية، بل أيده أي تأييد، شجعه أي تشجيع. كلمة إذن يعني لأنك لا تبرأ مني في هكذا ظرف، معنى إذن هذه يا ميثم إذن تكون معي في درجتي، يعني لأجل هذا التصرف. أيده أي تأييد، شجعه أي تشجيع.